السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم سنكرس حلقتنا على فقرة أين أنت لنستذكر فيها أحد القامات الرياضية مما ترك بصمة في خارطة الرياضة العراقية وحفر اسمه بعالم وتاريخ كرة القدم، لكننا للأسف تناسيناه لأنه غاب طويلا عن الساحة وعن جمهوره ومحبيه ومعشوقته الساحرة المستديرة، لنصل إليه بعد عناء طويل وهو في عزلته التي فرضتها عليه ظروف الحياة ومعطيات الحال. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، ونبدأ حلقتنا بالحديث عن نجم بات لغزا محيرا لجميع المحللين والنقاد والمتابعين بعد أن اختزل الزمن مسرعا إلى الأضواء، فمن فريق شعبي إلى أعرق نادي ثم إلى منتخب الوطن، وبعدها يعود بخفي حنين إلى أندية لم تشكل ثقلا في الساحة العراقية، ليجد نفسه سائقا، نعم سائقا، على طريق بغداد عمان. وبين هذا الوقت وذاك تواجد مع ناديه الأثير الزوراء لمتابعة إحدى المباريات، لكنه فوجئ بإشارة ظالمة من رئيسه آنذاك أبعدته إلى المدرجات متناسيا تاريخه والخدمة التي قدمها للنادي. وبعد عام 2003 عاد إلى بيته الأول بعد أن وجد كل أقرانه متواجدين في عشهم الذي احتواهم أيام الشباب، لكنه وللأسف فوجئ أيضا بأنه لم يكون مرحبا به عندما منعه أحد أعضاء الإدارة ممن كان يصفق له من على المدرجات أيام كان لاعبا، ليبتعد مجبرا هذه المرة ويرزم حقيبته ويغادر أرض الوطن إلى تركيا بحثا عن عمل يعيل به عائلته التي عانت ما عانته نتيجة الشهرة التي على ما يبدو أنها باتت تشكل نقمة وليس نعمة على حياتهم. مشاهدينا، نتحدث اليوم عن حساني علوان الذي ذاع صيته إبان فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، كونه برع كثيرا وأبدع بالتفنن في مداعبته للكرة بعدما فرض نفسه على أديم ملاعبها ليكون أول مشواره مع زعيم الأندية العراقية فريق الزوراء عندما حلق مع نوارسه عاليا في سماء العراق، لكن ما لبث أن وجد نفسه مع الغريم التقليدي القوة الجوية في ظاهرة غريبة بعض الشيء في وقتها، ومثل أيضا المنتخب الوطني لفترة وجيزة بعد أن أعجب بأدائه مدربه الإسكتلندي داني ماكلين، لكن مهارته الفنية لم تشفع له كثيرا ليكون بين ليلة وضحاها خارج أسوار المنتخب ليقرر الابتعاد والاعتزال وهو في سن 26 من عمره ليكون أصغر لاعبا معتزلا. تحياتي حبي وإعزازي زميلي وأخوي حساني علوان. حساني علوان زمني كلاعب في الدوري العراقي من عام 75 بعد مباشرة بدوري الأندية، كان يلعب بنادي الزوراء من اللاعبين الوسط الجيدين، بعد استلام مهمة التدريب المرحوم داني ماكلين تم استدعاء للمنتخب ومع الزملاء الآخرين علاء وصباح عبد الجري الله يرحمه، وكون تشكيلة متجانسة قدمت الكرة العراقية شيء كثير للإنجازات، يعني رغم الإنجازات احنا نعتبرها يعني الوصول لكأس العالم هو إنجاز.
نعم مشاهدينا، حسن علوان هو ضيفنا لهذا اليوم، فهو من مواليد 1955، ابتدأ مشواره مع الكرة كبقية اللاعبين في الأزقة والحارات الشعبية في منطقة الدوريين في الكرخ، ولعب لفريق أمجاد الكرخ ليراه لأول مرة مدرب فريق السكك الزوراء حاليا المرحوم جرجيس الياس، واستدعاه لصفوف الفريق إلى جانب أبرز نجوم الزوراء أمثال جلال عبد الرحمن وعلي كاظم وحازم جاسم وكاظم العيبي ورسن بنيان يعني وآخرين، كونه لاعب كرة قدم يمتلك المواصفات المثالية من بنية وقوة جسمانية هائلة وطول فارع ولياقة بدنية عالية وفكر كروي جيد داخل الملعب، ليكون بعد فترة وجيزة جدا أحد اللاعبين الأساسيين في فريق الزوراء الذي كان بوابة الشهرة له والانطلاق إلى الأضواء. طبعا حسن علوان من اللاعبين اللي قدموا مستويات جيدة للمنتخب العراقي، وكان من البارزين وقدم مستويات عالية ورائعة، وشادت به الصحف العراقية والوسط الرياضي العراقي والصحف الخليجية، وكان بالإضافة لأن مستواه الجيد في الملعب يتحلى بأخلاق عالية وتواضع داخل الملعب وخارج الملعب، مما كسب الجمهور الرياضي في تلك الفترة. مشاهدينا الآن مع فقرة أين أنت التي نسعى في محتواها الوصول والتواصل مع نجوم الرياضة العراقية القدامى ممن قدموا وخدموا الرياضة العراقية خير تمثيل. هذه وقفة قصيرة نستقبل بعدها ضيفنا لهذا اليوم، لا تذهبوا بعيدا، خليكم ويانا. إذن ومن خلال ما أفصحنا عنه وتحدث به بعض المعنيين والمقربين من الكابتن حسن علوان، اتضح للمتابع أن هنالك ظروفا صعبة آلمت به وجعلته بين ليلة وضحاها خارج أسوار بيته الثاني الزوراء. مشاهدينا، وللوقوف حول مسيرته الرياضية وأبرز الأحداث التي طرأت على حياته في الساحة الكروية، ينضم معنا عبر السكايب من بغداد اللاعب الدولي السابق حسن علوان. نرحب بك أجمل ترحيب كابتن، وأهلا وسهلا بك في صدى الرياضة. أهلا وسهلا بك أستاذ بلال، نشكركم على اللقاء الشيق. أخبارك؟ طمني عنك، صحتك؟ والله الحمد لله، ما شاء الله شباب، يعني بعد بيك لعب موسمين. الحمد لله، الحمد لله والشكر، أشكرك. كابتن أين أنت؟ مختفي. والله أنا كنت مقيم بتركيا، بس قبل تركيا كنت أدرب بنادي الزهراء، ظليت حوالي 7 سنوات بعد الفئات العمرية. طيب يعني متواجد الفترة الأخيرة، لأن شوي اختفيت. طيب متواختفيت هاي، أنا 25 سنة ما دخلت نادي الزوراء. طيب كابتن حساني، اسمح لنا أن نتابع هذا التقرير ثم نعود إليك ونكمل الحوار. مشاهدينا، سنتجول مع رحلة حساني علوان صوب الشهرة وكيف شعر به كل متابع ومختص باللعبة بأنه قامة فنية رفيعة المستوى، وكيف يعني حصلت الانعطافة القصوى في مسيرته الكروية التي أبعدته عن التواجد مع الأندية الرسمية والمنتخب الأول. نتابع ولنا عودة. من منطقة الدوريين في الكرخ ببغداد انطلق الفتى حسان علوان صوب الشهرة، بعد أن شعر هو وكل قريب منه أنه بلغ المستوى الذي يؤهله للأندية الرسمية، عندما كانت عين الكشاف جرجيس إلياس تراقبه وهو يتفنن بنقل الكرة وركلها كيفما شاء مع فريقه الشعبي أمجاد الكرخ، ليأخذ بيده إلى حيث يتدرب فريق السكك. وهنا بدأت الحكاية ليجد حسان علوان الفتى البارع الذي يمتلك كل المؤهلات البدنية والفنية نفسه أمام اختبار أكون أو لا أكون.
ليشهد العام 1970 ولادة نجم جديد لعشاق السكك الذي أصبح فيما بعد النقل، قبل أن يستقر على اسم الزوراء مدرسة الأجيال. فلم يتأخر حساني طويلا، بل كان على موعد مع السعد بعد أن طرق الحظ بابه عندما شاهده الأسكتلندي داني ماكلن مدرب منتخب العراق الأول ليستدعيه لصفوف كتيبة أسود الرافدين، إلى أن الرياح أتت بما لا تشتهي سفن الفتى الكرخي عندما غادر ماكلن وحل محله ليوغوسلافي كاكا. وثمة وشاية من بعض اللاعبين ممن لديهم سطوة على المنتخب ليهمسوا بإذن كاكا أن حساني لم يكن باللاعب الجيد الذي يصنع الفارق رغم كفاءته ومهارته وطوله الفارع الذي يؤهله لصفوف المنتخب. وهنا حصلت الانعطاف القصوى بعد أن استسلم المدرب لما يكيده الزملاء ليرزم حقيبته ويغادر كتيبة الأسود بخفي حنين ويعود إلى عش النوارس ثانية. المشاكل لا تأتي فرادى، فعند عودته كان على موعد مع التآمر ثانية من قبل بعض المغرضين والوصوليين الذين أجبروه على مغادرة عش النوارس الذي عاش فيه لعقد من الزمن، ليوجه بوصلته من صوب الكرخ إلى الرصافة قاصدا الغريم التقليدي الطيران ويكون أحد لاعبيه، إلى أن الحظ عانده كثيرا ليستسلم لعاديات الزمان ويتجه صوب الحدود ومنه إلى الأمانة. لكن تلك الخيارات لم تمنحه فرصة الشهرة، وهنا بدأ العد التنازلي للاعب الذي كان بينه وبين المجد أقدام قلائل، إلا أنه اختار المجهول ليبقى اللغز المحير في عالم الساحرة المستديرة. أهلا بك كابتن حساني، حضرتك تعلم أن نادي الزوراء يعتبر منجما للمواهب ومصنعا للنجوم، خصوصا وحضرتك أحد اكتشافاته وأبنائه، لكن بحسب المعطيات المتوفرة لدينا أنك عانيت كثيرا داخل أسواره وخارجه. طبعا أريد تحكي لنا بعض الأمور اللي بتلك الفترة. نعم، بالحقيقة يعني أنا حتى من كنت بالمنتخب الوطني أنا أعاني من بعض اللاعبين المتنفذين بالنادي، يعني أكو بعض اللاعبين المتنفذين يعني يدوني بعدوني من النادي، والله ثم والله أجهل الأسباب، يعني ما أعرف شنو السبب اللي يريد يبعدوني من النادي. طبعا هذا الكلام اللي أتكلمه به دليل وبي اللاعبين القدامى اللي هم عاصروني، والشخص اللي حاربني واللي حركوه علي هو أنور جسام، حاربوني قالوا لي هذا لازم تبعده من النادي، ما أعرف شنو الأسباب. وتالي كانت عندنا مباراة مع الشرطة، فالشوط الأول أنور جسام أخرجني من المباراة، فجريدة ثاني يوم كتبت قالت تريد رد من أنور حساني علوان نجم المباراة، لماذا خرج من الملعب؟ فجيت للمحاضرة قال لي حساني انت كنت مو زين، خاف قرأت جريدة. قلت لا انا كنت زين، بس انتوا تآمرتوا على سعدي صالح وطلعتوه ببعض اللاعبين وجابوك وسيطروا عليك، فأخويا يعني قدام اللاعبين قاعدين، فهذا تكرم الحذاء ما الرياضة راح اعطيكم اياه، واروح انا كل شيء ماخذ النادي. فطرحت طلعت رحت مشيت حافي الى المنزع بدلته وطلعت من النادي. ورا 15 يوم خابرني مجبي الفرطوز قال حساني ليش ما قاعد تجي المنتخب؟ ده يسأل علي قاقة، قلت له بطلت. قال شنو بطلت؟ قلت له والله هيك القصة. قال تعال عندنا القوة الجوية. فرحت للقوة الجوية وصار خلاف هم على مود التعيين، لعبوني أول لعبة ويا المينا فأحرزت الهدف الأول للقوة الجوية، وصار خلاف بالتعيين، كانوا قالوا لي نعطيك كذا مبلغ وبعدين تغير المبلغ. قلت له اذا تريد يعني على مثل ما كلامك لطيتني، فقلت خلي اعتزل فدنوبه واعتزلت كره القدم، لا طبيت النادي ولا يعني حوالي 25 سنه 20 سنه اني ما طبيت نادي الزوراء. بالحقيقه كابتن حساني يعني قصه حزينه جدا، ولا اعلم يعني من اين ابدا معك، لكن بحسب المعلومات اسمك حسين علوان، يعني نعم، من أين أتت أو جاءت تسمية حساني علوان؟ والله عندي أخ أكبر مني توفى اسمه حسين، فجيت للدنيا أني سموني حسين. فما أعرف والله لحد هاي الأسباب أنا ما أعرف ليش سموني حساني علوان، بس أنا الحقيقي اسمي حسين علوان. بس هو حلو حساني والشهرة بيها من حلوة. الحمد لله الحمد لله. زين، هنالك يعني بصراحة
نريد نعرف لمن تعزو أسباب قصتك الحزينة، يعني للحظ أم أن الأمور سارت معك بفعل فاعل؟ يعني لا، بفعل فاعل. هنالك أطراف أخرى ولا هي؟ أي أطراف أخرى بالنادي، ويعني وحتى كان الجمهور يسألني يقول لي ليش فلان هيك ده يسوي وياك، وبعض اللاعبين أمثال ثامر يوسف وأمثال إبراهيم علي وأمثال فتاح محمد وعلي حسين بطوش وسعدي صالح كلهم يعرفون، بس يعني نحكيها بصراحة أني عائلتي ميسورة الحال، وما أدري يعني هل حسد عيشة، ما أعرف شنو السبب. وحتى سألت ذات الشخص قلت له أنت ليش هيك سويت وياي بطلتني عمري 26 سنة، قال والله أني مقصر بحقك وغلطت وهذا، وهو راح الدار حقه الله يرحمه، يعني هو قاعد يمي أصلا بالدورة. من سألت اعترف بخطأ، فالمسامح كريم إن شاء الله. وأنا اليوم هم حكون كريم بحيث ما أدخل بالعمق وأعرف الأسماء خصوصا اللي رحلوا عنا. لنتحدث كابتن حساني عن البداية التي باتت معروفة لكل محبيك. أنت حضرتك اختزلت الزمن من فريق أمجاد الكرخ الشعبي إلى منتخب العراق، هل تعطينا فكرة عن التقلبات السريعة بحياتك وكيف يعني وصلت، ولماذا بنفس الوقت يعني عدت مسرعا؟ والله يعني كان فريق الشعبي اسمه أمجاد الكرخ بالدورين، نعم، فأني بذاك الوقت ألعب مهاجم، فأكو فريق أكثر من عندنا سنا، فدعوني أن ألعب بطولة بالعوانة مع العاصفة والعوانة، فأول مباراة حرزت هدفين على العاصفة أو على العوانة ما أتذكر، والمباراة النهائية حرزت الهدف الفوز على العوانة وأخذنا البطولة. بهاي الفترة العوانة مثل ما كنماذة تلعب بلعب الكشافة، كل المدربين اللي ما الأندية يجون يتفرجون لي يختارون لاعبين، فسأل علي المرحوم جرجيس الياس قال هذا من هذا الولد؟ قالوا له أستاذ هذا من الدورين اسمه حساني علوان، فدز علي عاصم جواد أبو مفيد عاصم. أها. إجاني قال لي حساني جرجيس يريدك للسكك. قلت له والله خلي أشوف أهلي ما يقبلون على أمارس الرياضة، فحكيت ويا أهلي ما أدري شنو اقتنعوا فرحت للسكك، صارت نصيبي أن أبقى بنادي السكك. طيب كابتن حساني سنتوقف يعني إحنا بين الحين والآخر مع ما قال عنك المختصين بالشأن وزملاء الأمس، سنتابع ولنا عودة. حسان علوان لاعب يمتلك القوة والضخامة الجسمانية والذكاء الميداني وإجادته إلى ألعاب الرأس، ولديه توازن بين الدفاع والهجوم، يعني عنده واجبات دفاعية وواجبات هجومية في نفس المستوى، وهذا الأمر نادر. حسان علوان تعرض له في موقف معين من أحد اللاعبين الكبار واضطر بسببه الانتقال من الزوراء إلى القوة الجوية، ولعب فترة موسمين أو ثلاث مواسم مع نادي القوة الجوية، ولكن هذا اللاعب الكابتن حسان علوان يمتلك من الأخلاق والنبل الشيء الكثير، والدليل على ذلك أنه في عام 2003 كنت مدير المكتب الإعلامي لنادي الزوراء بزمن المرحوم أحمد راضي، وصادف أنه هذا اللاعب الذي تسبب في مغادرته الزوراء إلى القوة الجوية تعرض إلى وحكة صحية في حينها، وقد أصر الكابتن حسان علوان إلى الذهاب إلى بيته لزيارته ومن أجل الوقوف على وضعه الصحي، وهذا دليل كبير على نبله وأخلاقه العالية وتواضعه في ذات الوقت. حسان علوان لم يأخذ فرصته في التدريب أو في عمل الإدارة للأسف الشديد بعد اعتزاله اللعب، كذلك كان مغيبا من 1985 لحد 2003 عن وسائل الإعلام، وهذا أمر مؤسف جدا لأنه من اللاعبين الكبار الذين تركوا بصمة مهمة في الكرة العراقية. أتمنى له التوفيق وأن يجد له مكانا في خارطة الكرة العراقية. عاصرة اللاعب حساني علوان في نهاية 77-78 كان لاعب شاب، إنه استونا مسحوبين المنتخب الوطني، كان بذاك الوقت المنتخب الوطني عجب اللاعبين الكبار فطاح الكرة العراقية، الجيل الذهبي الكرة العراقية نقدر نقول أمثال مجبل برطوس، دوغلاس عزيز، حازم جسام، آرهم برسوم، علي حسين، جلال عبد الرحمن،
حساني علوان كان ويانا، علي بطوش، كان الجيل الذهبي الكرة العراقية بذاك الوقت. وكنا وقتها يعني احنا عدنا شباب، اني وحساني علوان وقسم اللاعبين اللي امثال جمال علي، نزار اشرف، يحيى علوان، كنا في نخبة ممتازة من اللاعبين بذاك الوقت. حساني علوان كان احد اللاعبين الموجودين ويانا، هو لاعب وسط، لاعب جيد جدا، لاعب كان يمثل الزوراء ويلعب ويا نادي الزوراء، كان موجودين بنادي ذاك الوقت يعني جيل ذهبي فريق الفرق العراقية يعني نادي الزوراء. أهلا بك كابتن. بصراحة ربما يعني تقارب وانعكاسات الأحداث عليك يعني تجبرنا أن نعود إلى بعض التفاصيل. حضرتك بعد أن حققت نتائج يعني جيدة في الزوراء وقدمت مستوى أشاد به الجميع وتكفل بوصولك إلى قلوب الجماهير، فلماذا غادرت أيضا؟ والله قلت لك أنا غادرت نادي الزوراء نحكيها في صراحة حتى الجمهور يعلم إحنا ليش تركنا الرياضة. عمري 26 سنة، كانوا يريد يفرضون علي اللاعب مهدي جاسم. يعني أريد أوصل لبعض النقاط. إيه تفضل. أريد يعني يضغطون علي أني قاعدوني يلعبون مهدي جاسم، وهاي أكثر شيء كان يدق عليها فلاح حسن وعلي كاظم. حتى من الطرائف هم هاي حكاية هم يمكن ما سألتني عليها، وهي جيت من إيران بنهاية أمم آسيا، دعوني منتخب عسكري 77 بسوريا، من العراق فاز بالبطولة. فجيت بفلان ساعة إلى نادي الجيش، أخذت ملابسي ورحت النادي الجيش، لقيت علي وفلح قاعدين. علي قال لي حساني ترى أنت بالغلط خالين اسمك ويانا. قلت له أنهم الرياضة هم ماريدة، شلت جنطتي ورجعت البيت. فعلا نحن اليوم نتحدث كابتن حساني عن سنين مضت اللي هي لكن محطات مهمة كما تعلم في حياة رياضي عراقي. يا ربي أشوفك دائما بهاي الواجهة الجميلة والتألق الدائم يا رب، والصحة والعافية. شكرا كابتن. الله يخليك للجميع إن شاء الله. أشكرك مشاهدينا، شكرا للكابتن الخلوق حساني علوان. طبعا هذه القامة الرياضية الكبيرة الفذة في عالم كرة القدم العراقية، شكرا جزيلا له. إذن هكذا انتهت رحلة هذا اليوم مع أحد نجوم العراق، ممن قدموا لهذا الوطن الكثير، لكن للأسف لم تأتي الرياح بما تشتهي سفن هذه القامات الذين أجبرتهم الظروف على الابتعاد عن محبيهم، ويكون الانزواء قصرياً في بادرة يعني ليس لها مثيل على الإطلاق. ربما نقول ربما الدوافع يعني كانت بسبب المنافسة على التواجد، سواء في المنتخب أو النادي أو الإدارة، التي جعلت من البعض أن يتخوف ويمتعض ممن هو أفضل منهم. لكن في النهاية النتيجة سلبية تماما بكل مضمونها وفحواها. على الموعد المقبل نلقاكم بإذن الله. هذه تحياتي أنا بلال بداع، مع السلامة.